السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو غراتان ديال بيتي بان او شوكولا بالشوكولات اللي غادي نحتاجو ليه. عندي هنايا لي بيتي بان او شوكولا، انا قطعتهم على هذا الشكل بحال هكا دياغونال. عندي هنايا 300 مليلتر ديال الحليب، عندي جوج بيضات، عندي جوج طوبات ديال السكر، عندي معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، وعندي هنايا شوكولا نوغ اللي قطعتو طريفات صغار. بالنسبة للوصفة الثانية إن شاء الله اللي غادي نرافقها أنايا الطبق ديالي اللي هي الميكتشاك، وهو ميكتشاك ديال سريلاك. سريلاك المنتوج المحبوب عندنا حنا المغاربة صغار وكبار، حنا كنموتو عليه الكبار كنبغيو ناكلوه. ألوغ لقيت هاد الوصفة حبيت انني نبارطاجيها معكم. غادي نحتاجو ليها، عندي هنايا اطرو ديال الحليب، عندي 50 غرام ديال سيريلاك، عندي هنايا 3 ديال لي بو ديال لي غلاس. انا لقيتهم بالشوكولاطه والفاني، الا لقيتوهم فاني تقدروا ديروهم، ولكن مع النكهه ديال الشوكولاطه حتى هي كتجي زوينه. وعندي هاد لي سويتيز، عندي هنا 4 د الخنيشه ديال لي سويتيز ديرهم تما كاين. الا ما لقيتوش سويتيز لقيتو سمارتيز تقدروا ديروه تعوضوه به. اول حاجه بديت بها انني درت الحليب فوق من العافيه، وغادي نزيد عليه السكر ونخليه حتى يفيض. من بعد ما فيضنا الحليب غادي نديروا عليه الشوكولاط، وغادي نديروا ديك القهوه، وغادي نحرك مزيان. من بعد ما ذوبنا الشوكولاط والقهوه في الحليب ديالنا مزيان على هذه الطريقه بحال هذه، دابا غادي نزيد هذوك جوج بيضات. انا كنزيد وكنحرك باش ما يطيبش ليا البيض كما العاده في لاباراي ديالنا. هاد الوصفه تقريبا بحال شكل ديال هذيك ام علي، غير هادي بالشوكولاط. واحد الخطره كتبقى لينا كرواسه ما كنعرفو شنو نديرو، كنسخنو كان هذا، ولكن هادي وصفه زوينه وسهله، قدر اي واحد يديرها. يعني اي كرواسه كانت عنده، سواء هاد بيتي بان سواء الكرواسون الشناك علاش لا، ولا نجمعوهم يعني ونقطعوهم هذا باش نعرفوا كيفاش نستفوهم في الطبق اللي غادي يمشي للفران. درت هذيك البيضه الاولى، غادي نزيد هذيك الثانيه، وغادي نحرك. ونيت بعد الخطرات كانوا حلو في الكوتا شنو نديروا فيه، بما اننا كنعيو من الوصفات اللي كنديروا تقريبا يوميا، كنبغيو نبدلو واحد شويه وصفات مختلفه. وكنتمنى هاد الوصفه انها تعجبكم وتجربوها علاش لا. كنجيبو المول اللي غادي نديرو فيه هذا البيتي بان ديالنا، كنتو كنقول كرواسه اللي دهنتو انا مزيان بالزبده، هادو راه غير طرفات ديال الشوكولاط حيت كنت كناخذ العبار ديال النمول اللي غادي نخدم به. غادي نستف طرفات ديالي ديال البيتي بان على هذا الشكل بحال هكا، كيجيو بحال هكا. دابا غادي ندير الخليط ديالي ديال الحليب والبيض، كيجيو على هذا الشكل بحال هكا كي كتشوفوا. دابا انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخلهم ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه، يعني على حسب كل فرن، غير بما يبان لنا ان هاد الخليط تجمع وخدا واحد اللوين زوين، وغادي نقدمهم ان شاء الله بالصحه والراحه. وغادي ندوزو دابا الوصفه الثانيه، غنسيت ما قلتهاش في الاول، غادي ندير واحد الميلك تشاك شويه غريب من نوعه، غادي نبارطاجيه معكم ونتمنى انه يعجبكم. ميكسر انا كندير الحليب، غادي ندير هذاك السريلاك، غادي ندير الكلاص، وغادي ندير دوك لي سويتيز، وغادي نحل المكونات ديالي مزيان. الميكتشاك ديالي ها هو موجود، غادي نردو للثلاجة يبرد، وغادي نقدمو ان شاء الله بالصحة والراحة ونفوقو الطبق ديالنا ديال الكرواسة.